قيمة جدا. وأنا بالنسبة لي هذا طلب شخصي، أتمنى أن تكرر هذا، لأن المعلومات اللي تفضل بها الأساتذة كانت قيمة جدا، يعني تغيب عن الشارع. وكما تفضل الدكتور سليمان أنه المواطن العربي فعلا إذا سئل عن الأحواز يقول لك أين هذه الأحواز. طبعا قبل بداية الندوة أحد الأخوة سألني وأنا مضطر، لأنه بالأخير تطرقت من هذه النقطة، هل الأحواز هم شيعة أم سنة وتشيعوا؟ هاي أرجو الإجابة عليها إذا في مجال. اثنين، لما اضطربت موضوع البحرين والكويت، نعم بالكويت غوغائية مثل ما يسمى المقاومة أو المعارضة، أما في الكويت منظمة وعن طريق البرلمان بشكل قوي جدا، وهنا تكمن الخطورة. بالنسبة لأخونا، أنا جيت متأخر بعد الصلاة، الاسم طارق، أكد على أنه البعد المقاوم الأحواز هي في العراق، وهذا لا شك فيه، ودفع الثمن غالي، ليس فقط الأحواز إنما سوريا وباقي المنطقة من حامل البوابة الشرقية سابقا العراق الشقيق. الآن بعدكم أيضا في سوريا دعم سقوط بشار الأسد وسقوط نظام الملالي أيضا في العراق بشكل قوي، الآن هم يتحكمون في القرار العراقي، سيؤثر جدا بهذا المجال. ولبنان، النقطة الأخيرة اللي بدي أطرق لها وأعتقد نتوافق فيها، لا تضعوا أي بيضة في سلة أي نظام عربي وبالذات النظام الخليجي. أنا دائما أقولها، النظام الخليجي أول نظام قاطبة كل دول الخليج لن تسمح بتحرير الأحواز، لن تسمح بذلك بما أوتيت من قوة. خلينا نكون واقعيين، الشعوب الخليجية شعوب نائمة، الشعوب الخليجية شعوب نائمة، الشعوب العربية مغلوب عن أرضها، ولكن فقط نقطة مهمة جدا للأخوة الأحوازيين، أرجو لا تكون المقاومة في الأحواز كما هو الوضع في فلسطين. فلسطين خلال ثورة الربيع العربي ناموا نومة أهل الكهف، بما فيهم المقاومة الإسلامية أو العلمانية الفتحاوية الذي سقطت الآن في أحضان بشار الأسد. الآن أفضل فرصة لفلسطين لتتحرر أو الأحواز هو غليان منطقة الشرق الأوسط. الآن في اتفاق من دول الخليج لوقت أي ثورة معينة، ما يسمى التحالف الإسلامي، التحالف العربي، شيء على الورق، يعني من فترة أخيرة ما يسمى منظمة التعاون الإسلامي لما صارت في تركيا، الكل طبل وزمر لخروج روحاني، واعتبروا نصر، لا مش نصر، روحاني يفعل على الأرض في سوريا والعراق، أما ماذا يفعل سلمان أردوغان؟ وشكرا. حول موضوع السنة والشيعة، احنا طبعا الأحواز مقسمة مثل ما أخوي محمد تكلم عن الموضوع، مقسمة الشمال والجنوب. الجنوب اللي يبدأ من بندر عباس، من باب السلام المغير إلى حد عبادة، إلى حد شط العرب، هذه المنطقة كلها تعتبر الساحل الشرقي تقريبا، وبعد ذلك يأتي الساحل الشمالي الأحوازي اللي هو مقابل الكويت، ويمتد باتجاه العراق إلى حد حدود البصرة وميسان وواسط ذاك الاتجاه. هذه المنطقة المحادة للعراق أساسا في ثورة 79 الإيرانية 1979 شيعية 48% و 90% كانت. والجانب الثاني وثقافة الشمال ثقافة عراقية، لأن كل قبائلنا بالشمال ترتبط بالقبائل اللي موجودة في العراق وأساسا جذورها في العراق، لكن اللي موجودين على الساحل الشرقي يرتبطون بالثقافة الخليجية وبالذات النجدية، وعبروا من الخليج، هاجروا في أيام الإسلام الأولى، عبروا عبر الخليج وانتقلوا إلى إيران، وليسوا فقط على الساحل الشرقي وإنما في شمال إيران أيضا موجودين. عندنا مناطق الآن على حدود أفغانستان، منطقة تسمى عرب خانة، مركز عربي في 400 قرية هناك موجودة في هذه المنطقة عرب. هؤلاء كلهم انتمائهم أساسا خليجي وقبائلهم في الخليج وليسوا في العراق. هؤلاء سنة منذ مئات السنين وهم سنة. الآن اللي يضطهدهم النظام به هو منع بناء مساجد سنة لهم. الآن الأحواز بعد 79 انتقلت